Like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. we meant to be in the great outdoors, forever free. Ah, ah. Ah. <تصفيق> <تصفيق> خشيت مغادرة انجلترا، امزجتي تم كبحها على وضع اكثر ثباتا لفترة طويلة، وقلبي اصبح ينبض بالحياة مجددا، وعقلي كان في حالة بهية بعد ان استرخى وارتاح وتامل بعمق في اوكسفورد ومستشفى سان جورج. لقد كان من الصعوبة ان اتخيل التخلي عن ايقاع الايام الهادئ الذي اعتدت عليه في لندن، والاكثر صعوبة هو التفكير في فقدان الحنان والعطف اللذين كانا يملأان تلك الليالي. انجلترا قبرت اغلب تساؤلاتي لماذا؟ ماذا لو؟ وماذا كان يمكن ان يحدث اذا؟ كما قبرت ايضا بطريقه مختلفه جدا حربي القاسيه مع الليثيوم التي كان معظمها لا شيء سوى معركه تافهه ضد افتراضات عقلي. هذه الحرب كلفتني وقتا ضائعا كثيرا وعندما بدأت اشعر بنفسي مجددا لم اكن على استعداد ان اخاطر بخسارة المزيد من الوقت مثل ما سبق الحياة لم تعد تستحق أن أخسرها وحتما انقضت السنة الثلوج والبراند الدافئ المصاحبان للشتاء الإنجليزي غادرا مفسحين المجال للأمطار الخفيفة والنبيذ الأبيض المرافق لأوائل الصيف الورود والخيول بدأت في الظهور في الهايت بارك وزهور التفاح الرقيقة والرائعة انتشرت على الأغصان السوداء للأشجار في منتزه سان جيمس وساعات الصيف الهادئة والطويلة تضفي مظهرا ادوارديا نسبة الى ملك انجلترا ادوارد السابع او مميزا لعصره، وبخاصة اتسامه بالوفرة والطمأنينة والابهة والاسراف في التأنق. وساعات الصيف الهادئة والطويلة تضفي مظهرا ادوارديا على الايام قبيل رحيل الذي ازف. لقد بات من الصعب ان اتذكر حياتي في لوس انجلوس فضلا عن التفكير في العودة إلى الأيام الفوضوية المشوشة لرئاسة عيادة جامعية كبيرة مكتظة بالمرضى والتدريس والبحث ومعالجة عدد هائل من المرضى مجددا. بدأت أشك في قدرتي على تذكر تفاصيل إجراء استقصاء تاريخي وفحص نفسي للمرضى فضلا عن تعليم الآخرين كيفية عمل ذلك. لقد كنت مترددة في مغادرة إنجلترا. وكذلك اكثر ترددا من العوده الى مدينه اصبحت اربطها ذهنيا ليس فقط مع مهنه اكاديميه منهكه بل ايضا مع انهيارات عقليه وما يتبعها من ارهاق ووهن وخمول ومن التمثيل المستنزف عبر التظاهر بانني بخير عندما لا اكون كذلك والقيام بحركات تدل على السعاده بينما اعاني الرعب ولكنني كنت مخطئه في توجس الشر، تلك السنه افادتني اكثر بكثير من كونها فتره فاصله مريحه، لقد كانت بحق عاملا مساعدا على اعاده الوعي والصحه، التدريس اصبح مره اخرى ممتعا، الاشراف على عمل الاطباء المقيمين والمتدربين في العياده صار كما كان سابقا مصدر سرور، ومعالجه المرضى اعطتني الفرصه ان احاول تطبيق بعض ما تعلمته من تجاربي. لقد دفعت ضريبه رهيبه وطويله بسبب الاستنزاف العقلي ولكن الغريب انني لم اشعر بتلك الضريبه الفادحه الا عندما شعرت بالحيويه والنشاط وبروح معنويه عاليه مره اخرى وهكذا واصلت العمل بصوره ممتازه وسلسه نسبيا قضيت معظم وقتي في تاليف كتاب جامعي كنت اقوم بكتابته بالاشتراك مع زميل عن ذهان الهوس الاكتئابي كنت سعيدة لأن البحث أصبح أكثر سهولة بسبب تحسن قدرتي على القراءة والتحليل والاستنتاج، وهذه أمور كانت قبل فترة قصيرة تحتاج إلى كفاح رهيب. وجدت كتابة الفصول الخاصة بي في الكتاب مزيجا ممتعا من العلم والطب السريري والتجارب الشخصية. كنت أخشى أن تجاربي الشخصية قد تؤثر بصورة غير مناسبة بالمحتوى أو بالتوكيد على بعض الفصول التي كتبتها. ولكن زميلي في التأليف كان على علم كامل بمرضي، كما قام العديد من العلماء والأطباء بمراجعة ما كتبته، ورغم ذلك وجدت نفسي دائماً أستدل ببعض المظاهر المرضية التي عانيتها لكي أشدد على نقطة معينة في علم الظاهرات علم الظاهرات أو الفينومينولوجيا طريقة جديدة لوصف الوعي أو الشعور وتحليله، وضعها في أوائل القرن العشرين الفيلسوف النمساوي أدموند هوسرل، وهي تستهدف فهم الظواهر المعاشة عن طريق الدراسة المباشرة لمعطيات الوعي، ومن غير ما تأثر بأية افتراضات مسبقة، وبذلك يتمكن الباحث من النفاذ إلى البنى الأساسية للظاهرات وإلى فهم علاقة بعضها ببعضها الآخر. ورغم ذلك وجدت نفسي دائما استدل ببعض المظاهر المرضيه التي عانيتها لكي اشدد على نقطه معينه في علم الظاهرات او الممارسه العلاجيه في العياده، الكثير من الفصول التي كتبتها مثل الانتحار والالتزام بالدواء والطفوله والمراهقه والعلاج النفسي والوصف السريري والابداع والسلوك واضطراب الفكر والادراك والمعرفه تاثرت باعتقاد راسخ انها امور تم اهمالها في هذا الحقل العلمي. أما الفصول الأخرى مثل علم الأوبئة والمشروبات الروحية والمخدرات وتقييم حالات الهوس والاكتئاب فكانت عبارة عن مراجعة مباشرة من مصادر الطب النفسي الموجودة. في فصل الوصف السريري وهو عبارة عن توصيف أساسي لحالات الهوس والهوس الخفيف والاكتئاب والحالات المختلطة بالإضافة إلى خصائص المزاج النوابي الكامن في هذه الظروف الصحية لم اعتمد فقط على أعمال الأطباء الكلاسيكيين مثل البروفيسور إيميل كرابيلين، وكذلك العديد من الباحثين الذين قاموا بعمل دراسات معلوماتية شاملة، ولكن على كتابات مرضى يعانون ذهان الهوس الاكتئابي. الكثير من الأوصاف كانت من كتاب وفنانين قدموا تصويراً واضحاً ودقيقاً لحالات الهوس والاكتئاب والحالات المختلطة التي يعانونها. اغلب باقي الروايات اخذتها من مرضاي او مقاطع من مطبوعات الطب النفسي، ولكن في بضعه مواضع استعملت اوصافي للمرض من تجاربي التي كتبتها لاجل التدريس خلال السنوات الماضيه، ايضا هناك مقاطع مبعثره هنا وهناك عن تكرار الاعراض والاوصاف السرديه الكلاسيكيه في المطبوعات الطبيه الاوروبيه والبريطانيه مثل قصائد شعريه روايات وسير ذاتيه كتبت بواسطه اشخاص عانوا ذهان الهوس الاكتئابي. مرة اخرى وبسبب كل من الخبرات الشخصية والسريرية وجدت نفسي أشدد على الخطورة المميتة لذهان الهوس الاكتئابي والاهتياج الرهيب الناتج عن الحالات الهوسية المختلطة وأهمية التعامل مع تردد المرضى في تناول الليثيوم أو الأدوية الأخرى التي تتحكم في الأمزجة. لقد كان من المنعش لي أن أتخلى عن مشاعري الخاصة وتجاربي الشخصية لكي اكتب بطريقه عقلانيه وعلميه اجبرني ذلك على ان انظم واضع بصوره اكثر موضوعيه الاضطراب الذي عانيته العلم في هذا الحقل لم يكن في الغالب مثيرا فقط ولكنه كان يقدم املا واقعيا جدا لعلاجات جديده بالرغم من انه كان من المزعج احيانا رؤيه المشاعر والسلوكيات القويه والمعقده يتم اختزالها في عباره تشخيصيه هامده وبليده الا انه كان من الصعب عدم الافتتان بالطرق والاستنتاجات الجديده لحقل من الطب السريري يتوسع ويتطور بسرعه لقد احببت بطريقه غريبه هذا الحقل والنشوه التي كانت تصاحبني وانا اضع الجداول المعلوماتيه التي لا تحصى لقد كان هناك شيء مطمئن ومهدئ بخصوص ادخال رقم بعد رقم ونسبه مئويه بعد نسبه مئويه في الجداول وفي نقد الطرق المستعمله في الدراسات المختلفه ومن ثم محاوله الوصول الى استنتاجات حول الموضوع من خلال العدد الكبير من المقالات والكتب التي قمت بمراجعتها وتقريبا كما كنت افعل عندما اخاف او انزعج عندما كنت طفله وجدت ان طرح الاسئله ثم البحث عن الاجوبه باقصى جهدي ثم طرح المزيد من الاسئله كانت افضل طريقه تبعدني عن القلق وتزودني بنظام للفهم. تخفيف مستوى الليثيوم لم يمنحني وضوح التفكير فقط، ولكن ايضا الاحساس الحيوي والعميق بتجاربي والعوده الى الحياه. هذه الامور كانت ذات مره المكون الاساسي لمزاجي الطبيعي، وغيابها ترك تجويفا عميقا في الطريقه التي يمكن ان استجيب فيها الى العالم. ان التركيب الصلب جدا لامزجتي وطبيعتي الذي سببته جرعه الليثيوم الكبيره جعلتني اقل مرونه للتوتر من الجرعه المخففه التي مثل لوائح البناء في كاليفورنيا التي صممت لتمنع الضرر من الزلازل سمحت لعقلي ومشاعري ان يتمايل قليلا لذلك وفي الواقع بغرابه اصبحت هناك صلابه جديده في تفكيري ومشاعري تدريجيا ما ان بدات انظر حولي حتى ادركت ان هذا هو نوع التوازن والثبات الذي يمتلكه أكثر الناس وعلى الأرجح أنه كان من المسلمات طوال حياتهم عندما كنت طالب جامعية كنت أعطي درسا خصوصيا لطالب أعمى في علم الإحصاء كان يشق طريقه مرة في الأسبوع مع كلبه الذي يقوده إلى مكتب الصغير في قبو مبنى علم النفس لقد تأثرت بالعمل معه ورؤية مدى صعوبة قيامه بأشياء كانت بالنسبة لي من المسلمات ومراقبة العلاقة الوثيقة الاستثنائية بينه وبين الكولي كلب اسكتلندي ضخم استخدم اصلا في رعي الغنم لقد تاثرت بالعمل معه ورؤيه مدى صعوبه قيامه باشياء كانت بالنسبه لي من المسلمات ومراقبه العلاقه الوثيقه الاستثنائيه بينه وبين الكولي الذي يرافقه والذي بعد ان يصل الى المكتب يتكور فورا وينام عند قدمي وبمرور الايام شعرت انني استطيع ان اساله براحه عن معنى كونه اعمى ماذا يعني ان يكون اعمى وشابا وطالبا في جامعه كاليفورنيا؟ وماذا يعني ان يكون معتمدا كثيرا على الاخرين ليتعلم ويعيش؟ بعد عده شهور توهمت ان لدي فكره ولو بسيطه عن نوع الحياه التي يعيشها، ثم في احد الايام سالني اذا كنت اوافق على تدريسه لمره واحده في غرفه القراءه المخصصه للعميان في المكتبه الجامعيه بدلا من مكتبي. تتبعت الطريق المؤدي الى غرفه القراءه ببعض الصعوبه ثم دخلتها توقفت فجاه عندما ادركت برعب ان الغرفه كانت تقريبا مظلمه تماما لقد كان هناك صمت قاتل والاضاءه مطفاه ومع ذلك كان هناك بعض الطلبه منحنون الى كتبهم او يستمعون بتركيز لاشرطه تحتوي على محاضرات اساتذتهم التي سجلوها شعرت بقشعريره كامله نزلت الى عمودي الفقري بسبب المنظر المروع سمعني طالبي وانا ادخل فنهض على قدميه ومشى الى مفتاح النور واضاء الانوار لي لقد كانت واحده من تلك اللحظات الهادئه والواضحه عندما تدرك انك لم تكن تفهم شيئا على الاطلاق وانه لم يكن لديك فهم حقيقي لعالم الشخص الاخر عندما دخلت تدريجيا عالم الامزجة الاكثر ثباتا والحياة الاكثر ثقة، بدأت ادرك انني كنت اعرف القليل عنها وانني لم تكن لدي فكرة حقيقية عن معنى ان تكون في ذلك الوضع. بعبارة اخرى كنت غريبة عن العالم الطبيعي. لقد كان ذلك تفكيرا موقدا وسلاحا ذا حدين، امزجتي كانت لا تزال تتبدل كثيرا وبتهور كاف مما يسبب لي تجارب حياتية طابعها الإطار والإحتياج حالة الهوس البيضاء هذه تكون مملوءة بحيوية رهيبة وثقة مطلقة في العزيمة وتدفق سهل وسريع للأفكار مما يجعل تناول الليثيوم في غاية الصعوبة لمدة طويلة ولكن عندما يتبعها حتميا الضجر الكالح أجدني مجبرة مرة أخرى على الاعتراف أن عندي مرضا رديئا مرضا يمكنه أن يهدم كل البهجة والأمل والكفاءة بدأت أتوق إلى الهدوء والثبات اليومي اللذين بدوا لي أن معظم زملائي يتمتعون بهما، كما بدأت أيضا أعي مدى الانهماك والانشغال اللذين وصلت إليهما فقط لأحافظ على وجود عقلي طافيا فوق سطح الماء، صحيح أنني كنت أنجز الكثير خلال هذه الأيام والأسابيع التي أكون فيها مبتهجة بحيوية مفرطة. ولكن في الواقع انني كنت ابدا في مشاريع واوافق على التزامات ينبغي علي ان انجزها خلال الاوقات القاتمه لقد كنت اعيد الكره باستمرار عندما اشفى ومن ثم اخوض تجارب جديده الجديد بدا يفقد كلا من حداثته ورونقه ومجرد تراكم تجارب الحياه بدا اقل معنى بكثير مما تخيلت ان اكتشاف اعماق مثل هذه التجارب ينبغي ان يكون الحدود القصوى في امزجتي لم تعد واضحه كما كانت في السابق ولكن من الواضح ان درجه اقل ومتقطعه من عدم الثبات اصبحت جزءا مكملا لحياتي لقد اقنعت نفسي اخيرا بعد سنوات عديده ان ثباتا فكريا معينا لم يكن مستحسنا فقط بل جوهريا ولكن في مكان ما من قلبي كنت لا ازال اعتقد ان الحب العميق والمستمر لا يكون ممكنا الا في بيئه يوجد فيها نوع من العاطفه الصاخبه لقد شعرت ان ذلك يسلمني الى اهميه ان اكون مع رجل طبيعته مماثله الى حد بعيد لطبيعتي لقد فهمت متاخره ان التشوش والحيويه ليسا بديلا عن الحب الدائم ولا يقدمان بالضروره تحسينا للحياه الحقيقيه الناس الطبيعيون ليسوا مضجرين دائما على العكس تماما الاستثارة والعاطفة القوية بالرغم من كونهما في الغالب أكثر رومانسية وإغواء ليست أفضل فعليا من هدوء وثبات التجربة والمشاعر مع الشخص الآخر وليستا متضاربتين أيضا بالطبع هذه معتقدات تتكون بديهيا لدى المرء عن الصداقة والعائلة وتصبح أقل وضوحا عندما ينغمس في حياة رومانسية تعكس وتكبر وتؤيد حياة المرء العاطفية الزئبقية وطبيعته لقد عرفت بسرور وبألم ليس طفيفا متعة الحب ثباته ونماءه من زوجي الرجل الذي عشت معه لعقد من الزمان تقريبا لقد قابلت ريتشارد ويات في حفلة عيد كريسمس في واشنطن وكان بالتأكيد ليس بالذي توقعته لقد سمعت عنه باحث مشهور في الفصام رئيس قسم طب النفس العصبي في المعهد الوطني للصحة العقلية ومؤلف للعديد من الكتب وأكثر من سبعمائة بحث علمي ولكنني لم أكن أتوقع مطلقا رجلا وسيما ومتواضعا وفاتنا وجدت نفسي أتحدث معه قرب شجرة الكريسماس ضخمة لم يكن جذابا وحسب بل كان الحديث معه سهلا واجتمعنا معا كثيرا في الشهور التالية بعد أقل من سنة من لقائنا عدت إلى لندن في إجازة تفرغ علمي أخرى مدهشة من جامعة كاليفورنيا ثم عدت إلى لوس أنجلوس لمدة كافية لأنهي الالتزامات المترتبة عن إجازة التفرغ العلمي ووضع خطة للانتقال إلى واشنطن، لقد كان الأمر باختصار عبارة عن عزل قصير ولكن مقنع. أحببت وجودي بقربه واكتشفت أنه ليس ذكيا بصورة غير معقولة فقط ولكن مبدعا ومتطفلا بطريقة شيطانية ومنفتح العقل بصورة منعشة وهادئا بأسلوب مدهش. حتى في ذلك الحين في وقت مبكر جدا من علاقتنا لم استطع تخيل حياتي من دونه استقلت من مركزي المثبت اكاديميا في كليه الطب مع حسره حقيقيه لمغادره جامعه كاليفورنيا التي احببتها واحسست بقلق بالغ بخصوص العواقب الماليه المترتبه على ترك دخل مضمون ثم انشغلت في سلسله طويله من حفلات التوديع رتبها الزملاء والاصدقاء والطلاب ولكن مع ذلك غادرت لوس انجلوس بقليل من الندم، لم تكن مطلقا مدينة الملائكة. لوس انجلوس تعني مدينة الملائكة في اللغة الاسبانية. لم تكن مطلقا مدينة الملائكة بالنسبة لي، وكنت أكثر سعادة لمغادرتها لأنها كانت تذكرني بمشاعر الموت وبراءة محطمة وعقل تائه ومدمر بصورة متكررة. الحياة في كاليفورنيا كانت غالبا جيدة بل رائعة جدا. ولكن كان من الصعب علي أن أدرك ذلك في الوقت الذي عدت فيه للعيش في واشنطن كون لوس أنجلوس تمثل أرض الميعاد المنتظر دائما والمراوغة كثيرا والمعقدة بصورة مطلقة بدت لي تماما موعودة انتقلت مع ريتشارد إلى منزل في جورج تاون جورج تاون منطقة جميلة من العاصمة الأمريكية واشنطن تقع في الجزء الغربي من المدينة انتقلت مع ريتشارد الى منزل في جورج تاون وتاكدنا بسرعه ما كان لزاما على المنطق ان يخبرنا به لقد كنا مختلفين تماما لقد كان هادئا وانا هائجه الاشياء التي تثيرني الى اقصى حد كان يمخر عبابها بدون ان يلاحظها تقريبا كان بطيء الغضب بينما كنت سريعه الغضب كان العالم يبدو له رقيقا سهل الانقياد بينما كنت اشعر دوما انه رحله عذاب مع قليل من السرور لقد كان في أغلب الأوقات رجلا معتدلا بينما كنت سريعة التقلب سريعة الإحساس بالذنب وربما كنت سريعة في بسط يدي لمحاولة علاج الجروح التي يسببها كل منا للآخر بصورة حتمية الحفلات الموسيقية والأوبرا وهما داعمتا وجودي كانت عذابا بالنسبة له وكذلك الأحاديث الطويلة الممتدة أو الإجازات التي تستمر أكثر من ثلاثة أيام لم نكن نلائم بعضنا مطلقا لقد كنت مليئة بالف نوبة ابتهاج او ياس كالح ولكن ريتشارد الذي يملك مشاعر معتدلة غالبا وجد من الصعوبة التعامل او لسوء الحظ تفهم امزجة الحادة الزئبقية. لقد احتار في كيفية التعامل معي، اذا سألته عما يشغل تفكيره لم تكن الاجابة الموت او الغاية من الوجود او حقيقة العلاقات الانسانية او نحن، لقد كان يفكر بدلا من ذلك تقريبا دائما في معضلة علمية. واحيانا عن حاله مريض. لقد كان يواصل العلم والممارسه الطبيه بنفس الحيويه الرومانسيه التي كانت متممه للطريقه التي واصلت فيها الاهتمام بباقي نواحي الحياه. ومن الواضح بالطبع انه لم يكن على استعداد ان يحدق ويتغزل في عيني ونحن نتناول طعام العشاء ونشرب النبيذ الرائع، ولا ان يناقشني في الادب والموسيقى ونحن نسهر ونشرب القهوه والبورت. ولم يكن في الواقع يستطيع الجلوس طويلا بدون حركة وكانت لديه قدرة متواضعة على التركيز فيما أقول ولم يكن يشرب القهوة ولا يتناول الكحول بكثرة ولم يكن مهتما بتعقيدات العلاقات الإنسانية ولا يتذوق الفن التشكيلي مطلقا ولم يكن يطيق الشعر وكان يحس بالدهشة لأنني كنت أقضي أغلب يومي متجولة ذاهبة إلى حديقة حيوانات زائرة لمتاحف الفن مصطحبة كلبتي باسيت باسيت كلب فرنسي قصير القوائم طويل الجسم والأذنين جميلة وتعتمد على نفسها وشديدة الخجل واسمها يقطينة للتنزه أو مجتمعة مع أصدقائي من أجل الفطور أو الغداء ومع ذلك لم أشك لبرهة طوال السنوات التي قضيناها معا في حب ريتشاردلي ولا في حبي له الحب مثل الحياة أكثر غرابة وتعقيدا من الاعتقاد الذي تم تنشئتنا عليه اهتماماتنا الفكريه المشتركه الطب النفسي والعلم والدواء كانت قويه واختلافاتنا في كل من الجوهر والاسلوب سمحت لكل منا باستقلاليه كبيره كانت مهمه وفي النهايه تسببت في ربطنا بعلاقه وثيقه لسنوات طويله حياتي مع ريتشارد اصبحت مرفا امنا مكانا ممتعا جدا ومليئا بالحب والوفاء ومطلا دائما على البحر المحيط بنا ولكنه مثل كل المرافق الآمنة التي تنجح في الاحتفاظ بسحرها وأمنها يكون الإبحار من أجل الوصول إليها شاقا عندما أخبرت ريتشارد لأول مرة عن معاناة مع ذهان الهوس الاكتئابي بعد فترة قليلة من لقائنا أصيب بذهول كامل كنا وقتها نجلس في قاعة الطعام الرئيسة في فندق ديل كورنادو في سان وضع ببطء الهامبورغ الذي كان يأكله حدق في عيني مباشرة وبدون أن يرف له جفن قال لي بدون انفعال هذا يشرح الكثير لقد كان حنونا بصورة رائعة وتقريبا مثلما فعل ديفيد لوري سألني كثيرا عن الهيئة التي كان عليها مرضي وكيف أثر في حياتي وربما لكون الإثنين طبيبين سألني أيضا سؤالا بعد آخر عن نواح طبية ماذا كانت أعراضي خلال نوبة الهوس؟ درجة اكتئابي، هل فكرت في الانتحار؟ ما الادوية التي اخذتها في الماضي، ما الادوية التي اخذها الان؟ وهل عانيت اثارا جانبية؟ لقد كان كعادته دائما هادئا ويبث الطمأنينة وحنونا وذكيا في الاحتفاظ بارائه المقلقة لنفسه. ولكن كما كنت اعرف تماما الفهم على المستوى النظري لا يعني بالضرورة فهما في الواقع اليومي. لقد أصبحت متشككة بصورة تقرب إلى اليقين بأن من لا يعاني هذا المرض لا يمكنه أن يفهمه بحق، ولذلك يصبح من غير المنطقي أن تتوقع الحصول على التعاطف والقبول اللذين تتوق إليهما بشدة. إنه ليس مرضًا يمكن فهمه بواسطة الاندماج الوجداني، عندما يتحول المزاج المضطرب أو المنهك إلى حالة من الغضب أو العنف أو الذهان. كان من الصعب على ريتشارد مثل غيره أن يرى ذلك كمرض بل على العكس كان يعتبره أمرا متعمدا ناتجا عن الغضب اللاعقلاني أو ببساطة التعب ما أعانيه من أعراض خارج عن سيطرتي كان من الممكن أن تبدو له في المقابل مقصودة ومروعة في هذه الأوقات يكون من المستحيل بالنسبة لي أن أعبر عن يأسي وألمي ومن الأصعب أيضا بعد ذلك أن أشفى من أطر أفعال المدمرة وكلمات رهيبة نوبات هوس الكالحة هذه مع مظاهرها الهائجة والوحشية والشرسة من الصعب على ريتشارد أن يفهمها وتقريبا من الأصعب علي شرحها لا يوجد مقدار من الحب مهما كان يستطيع أن يعالج الجنون أو يجعلك سعيدا أثناء نوبات الأمزجة السوداوية الحب يستطيع أن يساعد ومن الممكن أن يجعل الألم أكثر تحملا ولكن دائما يكون المرء معتمدا على الادويه التي قد تنجح او لا تنجح ومن الممكن ان تكون محتمله او غير محتمله وفي المقابل الجنون يستطيع بكل تاكيد ان يقتل الحب وغالبا ما يفعل ذلك من خلال سوء الظن والتشاؤم القاسي والسخط والسلوك الشاذ وخصوصا بسبب الامزجه العنيفه نوبات الاكتئاب الاكثر تعاسه والاكثر هجوعا والاكثر بطئا والاقل احتياجا يمكن فهمها بالحدس ويمكن التعامل معها بصوره اسهل الملنخوليه الهادئه ليست خطره وليست عسيره على الفهم العادي بعكس الياس الغاضب والعنيف والمضطرب التجربه والحب علمانا عبر وقت طويل الكثير عن التعامل مع دهان الهوس الاكتئابي كنت أضحك أحيانا وأخبره أن رباطة جأشه تساوي 300 ملغرامات من الليثيوم يوميا بالنسبة لي وكان ذلك على الأرجح صحيحا في بعض الأحيان خلال إحدى نوبات مزاج الثائرة والمرعبة والمدمرة أشعر بهدوء ريتشارد قربي وأتذكر وصف بيرون المدهش لقوس قزح الذي يجلس لورد جورج جوردن بايرون عاش ما بين 1788 و 1824 شاعر انجلو اسكتلندي ورائد للمدرسة الرومانتيكية، يعتبر أحد أبرز شعراء أوروبا على الإطلاق، اشتهر بحياته الصاخبة الباذخة وعلاقاته الغرامية العديدة واتهامات بانحرافات أخلاقية خطيرة ومغامراته السياسية، من أبرز أعماله ملحمة دون جوان الشعرية، يتمتع بشعبية كبيرة حتى الآن حيث يوجد 36 جمعية عالمية باسمه ومؤتمر سنوي دولي عنه. وتؤكد الدكتورة جاميسون في كتابها المس بالنار أن بايرون كان يعاني دهان الهوس الاكتئابي في بعض الأحيان خلال إحدى نوبات مزاج الثائرة والمرعبة والمدمرة أشعر بهدوء ريتشارد قربي وأتذكر وصف بايرون المدهش لقوس قزح الذي يجلس مثل الأمل على فراش الموت على حافة شلال مندفع بعنف ومع ذلك بينما كل ما حوله يتمزق بالمياه المتحولة فإن قوس قزح يجلس بهدوء كأنه وسط العذاب الذي في المشهد يقول: الحب يراقب الجنون بسيماء راسخة. ولكن إذا لم يكن الحب هو الترياق الشافي فإنه بكل تأكيد يمكن أن يعمل كعلاج مساعد ومؤثر جدا. كما كتب جون دان جون دون عاش ما بين 1572 و1631 شاعر ولاهوتي انجليزي بارز، تميز شعره بتعانق الشعور والفكر والميتافيزيقا على نحو يكون فريدا، كما اشتهر بمواعظه البليغه الساحره. كما كتب جون دون: الحب ليس مجرد فكره نظريه وتجريديه كما يظن البعض، ولكنه يدوم وينمو.